بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كنشكر جميع المنابر الإعلامية الحاضرة على التغطية ديالهم وعلى الاهتمام. ككل سنة المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية المحمدية خدات تدابير اللي هي خاصة بالتغطية الأمنية ديال الاحتفالات ديال الليلة ديال رأس السنة الميلادية مفيدة للتعليمات السيد المدير العام الوطني والسيد ولي أمن الدار البيضاء اللي وضعوا تحت الإشارة ديال المنطقة الإقليمية ديال المحمدية مجموعة من التشكيلات كدعم بشري وكذلك كدعم لوجستيكي هام من أجل تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة طرف المصالح المركزية والولائية والترجمة ديالها على أرض الواقع حفاظا على السلامة ديال المواطنين الجسدية والممتلكات العامة والممتلكات الخاصة. إذن كما شفتوا الآن كان الاجتماع مع مختلف الوحدات الأمنية ومباشرة غادي ياخذوا المواقع ديالهم في إطار هذه العملية ديال التأمين ديال هذه الليلة هذه. كذلك ما يفوتنيش نذكر باللي راه هذه العملية ديال التأمين هذه الاحتفالات او اللي بغينا نقولوا هذه المناسبة بقول اصح بدات من هذه حوالي اسبوع او ما ينيف عن ذلك، واليوم كيكون يعني الذروة اللي كنكونوا متواجدين في الشارع العام. كاين وحدات قارة، وحدات متحركة، كاين كذلك عناصر مدنية من مختلف التشكيلات الأمنية اللي غادي تقوم بالمهام ديالها من أجل أن تدوز هذه الليلة هذه في ظروف اللي هي آمنة، وكذلك من أجل إعطاء واحد الصورة مشرفة على المدينة. إذا هذا ما يمكن لي نقول، وبدوري نتمنى لكم سنة ميلادية جديدة بموفور الصحة والعافية، وطبيعة الحال الشعب المغربي عاطبة وسيدنا الله ينصره ويعطيه صحته كذلك. إذا شكرا لكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.